مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في اولى حلقات برنامج بطوله برو باي كوتي سبور. بعد التوقف الذي شهدته الانشطه الكرويه في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وبعد هذا التوقف الذي دام اكثر من 3 اشهر، عجلت البطوله الوطنيه في قسمها الاول والثاني تعود للدوران مره اخرى، حيث شهدت نهايه الاسبوع اجراء الجوله 23 من بطولات القسم الوطني الثاني، كما خدت مجموعه من انديه القسم الوطني الاول مباراتها المؤجله. وللحديث على السيناء في الانشطه الكرويه انصادف في هذه الحلقه لاعب راسينغ البيضاوي عماد القيوي. سي عماد، مرحبا بك. مرحبا سي ايو، مرحبا بجميع متتبعي سات تي في، وان شاء الله ندوزو ضيفين خفاف عليكم ان شاء الله. قبل ما نتكلموا على مغامره المنافسه الكرويه، كيفاش جاتك الاجواء من بعد الاستئناف دام اكثر من 14؟ وصراحه بعد الحجر الصحي كتكون شبه صعوبات، ليس ما اننا ريحنا 14 اشهر. حنا كنقولوا قبل ما كتسالي الشامبيون كتريح واحد 20 يوم، فما بالك 14 اشهر. جاتنا صعيبة شوية، وكان الحمد لله حنا مريحناش في هذا الحجر الصحي. تبعنا البروغرام اللي سطرا لنا السي ابراهيم بانوني اللي كنشكرو من هذا المنبر، والحمد لله جميع مكونات فريق راسينغ البيضاوي ولا اللاعبين التزموا بحجر الصحي والتزموا بلي زونطريمون اللي نضمتوا الفريق، والحمد لله صات الثمار ديالو. عطى في اول مقابله اللي لعبنا ضد فريق الكوكب مراكشي. بعد الاختبارات اللي جراتها مجموعه الانديه خاصه فرق القسم الوطني الثاني، عرفت مجموعه من الانديه تسجل اصابات الكورونا، المغرب الفاسي، الكاك، الراك، كيف استقبلتوا نتوما وكنتوا من الفرق اللي كانت فيها الاصابات، كيفاش كلاعبين استقبلتوا هذا الخبر؟ صراحه بحكم اننا درنا لي تيست ديال الكوفيد 19، الحمد لله مكون فريق راسينغ البيضاوي في التيست الاول خرجت 3 عناصر، ولكن الحمد لله كان حتى خوف في الايام الاولى، ولكن بحكم الاتصالات اللي كنا نقوم بها بيننا وبين الناس اللي تصابت، الحمد لله ما كانش واحد التخوف، بحيث اننا كنا ندولوا في الاتصالات بيناتنا، الحمد لله ما كانش عندهم شي اعراض اللي كانت كتخوفنا، والحمد لله داز واحد 9 ايام ولا 10 ايام، الحمد لله خرجوا الناس والحمد لله هما دابا هما معنا. ودرنا التيست الثاني، الحمد لله خرجت كلها الحمد لله مزيانه، والحمد لله كنترينو في جو مزيان وجو ديال اننا حنا غاديين في المسار الصحيح ان شاء الله. كنتمنوا شفاء جميع اعضاء اللاعبين والفرق يتصابوا في هو صراحه، ما كنتمنوا حتى شي واحد انه يتصاب بهذا الكوفيد هذا، وكنطالب جميع الفراقي وجميع المغاربه ان شاء الله باش نلتزموا بالاجراءات اللي عطاتها لنا الحكومه، اللي هي الكمامات والتعقيم اليدين، وباش ان شاء الله ندوزوا بهذه المرحله الصعيبه هذه، وان شاء الله ونخرجوا هذه البلاد في دار الامن باش نحافظوا على سلامه المواطنين. كذلك ندوزوا البطوله الوطنيه في القسم الثاني. اخ عماد، جرات الجوله 23 نهايه الاسبوع، اكبر مستفيدين وفريق راسينغ البيضاوي، خاصه بعد تعادل متصدر شباب المحمديه، تعادل كذلك مطارد شباب الرياضي السامي، وعدم اجراء مباراه المغرب الفاسي، كيفاش كتشوف هذه الدوره؟ كما قلتي هذه الدوره كانت في الصالح ديالنا، الحمد لله الدراري قبل من المقابله درنا واحد الاجتماع الحمد لله بقياده السي عبد الحق مندوزه والمدرب شهيد والطاقم ديالو، والحمد لله احنا بحكم عندنا لاعبين عندنا لاعبين مجربين بحال عتيق شهاب، زولا، حيمر، الحمد لله عارفين اننا حنا الحمد لله كنجمعوا الجروب، وعرفنا هذه المقابله هي مقابله ديال باش يا نعرف واش غنكملوا ونبقاو غاديين في المسار اننا نطلعوا، ولا بحيث اننا في هذا الرتور هذا ما استفدناش في المعدل ديال النقاط، كان عندنا غير جوج انتصارات وجوج تعادل وجوج هزائم، وهذا الشيء ما كانش في الصالح ديالنا باننا باش نكونوا اننا من المستفيدين باش نطلعوا. ولكن هذه المقابله الحمد لله رجعت لنا الثقه ورجعت لينا حتى الكلاسمون ديالنا، حيتاش كان بريمير دوزيام فيتينا ب 4 نقاط، الحمد لله حنا انتصرنا وشفنا المتصدر انه تعادل، قلصنا النقاط الى جوج نقاط، الحمد لله دابا البريسيو ماشي علينا، البريسيو عليهم هما، حنا بقاو كنلعبوا ماتش بار ماتش، وان شاء الله في السير يطلع راه غيطلع ان شاء الله. سي عماد، تفرجت في مباراه شخصيا ديال الكوكب مراكشي وراسينغ البيضاوي، راسينغ البيضاوي قدم طبق كروي كبير بكل صراحه، عنده عناصر اللي شابه الى استثنينا كاخ عماد وعتيق شهاب، كما قلتي الحيمر وزوره لاعبين لعبوا في قسم الوطني الاول، شنو هما الميساج اللي كدوزوا بينكم، شنو هما الرسائل اللي كتوجهوا من اللاعبين؟ اول حاجه كان بحكم كما قلتي هاد اللاعبين متمرسين
الحمد لله كندوزو الميساج للدراري الصغار، الميساج كيكون ايجابي، ميساج كيكون زوين. الحمد لله حنا الدراري كبار، لافونتاج اللي كاين هو ان الدراري كيحبوا الدراري الصغار، كيعطيهم اليد المساعده، وهذا الشيء راه باين في رقعه الميدان كما شاف الجميع ان الفريق راسينغ البيضاوي كيلعب واحد الكره جميله، وبحكم اننا الحمد لله غادي في الطريق الصحيح، وحنا كنتمنوا حنا على باش الا طلعنا راه حتى مزيانه للدراري الصغار باش عاوتاني كتكون بريمير ديفيزيون راه المرايه للعاب المغربي. كما كنعرفوا اليوم اخي عماد، الكره الحديثه كتشتمل على كما كنقولوا على الماده او الموارد الماليه. فريق راسينغ البيضاوي فريق كبير بدون منازع، فريق اللي عنده القاب، عنده تاريخ كبير، كينافس دابا على الصعود مع فرق اللي عندها موارد ماليه كبيره. تكلمنا على المغرب الفاسي، المغرب الفاسي ان كما كنقولوا فريق كيدور بلعب ميزانيه كبيره وشباب محمديه، واش كتشوف براك انه قادر ينافس الفرق على الصعود؟ والحمد لله فريق راسينغ البيضاوي الى شفتي راه الحمد لله اجور مع الفريق مع اللعابه ديالو، لا الشهريه لا لي بريم، الحمد لله. كما قلتي فريق راسينغ البيضاوي عنده تاريخ كبير بالارقام ديالو، الى شفتي لعاب بار لعاب حنا ومع اللعابه اخرين، الحمد لله ما تلقاش شي لا ديفيرونس كبيره. لا ديفيرونس كما كنت قلتي غير في الماده، ولكن هذا الشيء راه كي غيحفز الدراري بانهم الا طلعتي بريمير ديفيزيون، غنعاود نقول راه مرايه بريمير ديفيزيون، راه دوزيام ديفيزيون هو قسم كما كنقول قسم ديال المظالم، علاش؟ حيتاش ما كيتنقلش، ولكن بريمير ديفيزيون راه كيتنقل، وحتى لا فالور ديالك كتزاد بحكم ان كل ماتش كيتنقل، وكل ماتش الناس كيعرفوك كيشوفوك، وديك الساعه كتبقى غير القيمه الكرويه ديالك، يا اما غادي تعطي راه غادي تمشي، ما عطيتيش راه غادي غتبقى محدود. تكلمنا على اسفل الترتيب، كنشوفوا فرق كبار اخ عماد كيعاني في اسفل الترتيب، نقدروا نتكلموا من الرتبه 11 من نادي القنيطري، حسيمه، كوكا، مراكشي، فرق كبار كيعاني في اسفل الترتيب. و كما قلتي قنيطره على الكوكا بالحسيمه ولا تماره، ولكن هادو نستني غير نادي قنيطره وفريق كوكا مراكشي، كانوا بزاف ديال اللاعبين والتاريخ ديالهم ما كيحكم عليهم، القاب ديالهم ولا الجمهور ديالهم كبير، هادشي كيرجع العوائق للسنوات اللي فاتت للنادي القنيطري لا الكوكب. كما كيعرف الجميع راه كما قلتي نرجعوا الماده، حتى اللاعبين ما كيتخلصش، اللاعب ما كتوفرش ليه الظروف ديال الكره، راه ما يقدرش يعطيك اكثر من المستطاع ديالو. وكنتمنى من الله ان الناس ديال الكوكب ولا ديال القنيطره يما يضافروا الجهود باش يرجعوا هذا الفريق للمكانه الصحيحه ديالو اللي هي القسم الوطني الاول. حاشا عندنا لعيبه العارف في مدينه مثل مدينه مراكش ومدينه القنيطره ما عندوش فرق في القسم الوطني الاول. هو صراحه كما قلتي فريق الكوكب فريق كبير، راه الفرق راه دات كوب دافريك في 96، راه كاينين دابا شي فرق في بريمير ديفيزيون ما عندهم حتى ما عندهمش شي لقب، فما بالك الكوكب المراكشي ونادي القنيطري المعلمه التاريخيه لا البطوله الوطنيه لا الدوريات الاوروبيه، لا طاهر الخلاج، لا احمد البهجه، لا بزاف د الحوايج، بزاف ديال اللاعبين. نتمنى من الله انهم يضافوا الجهود ويرجعوا للكوكب ونادي القنيطري للمكانه الصحيحه ديالهم. اخي ما تقفلوا القوس ديال البطوله الوطنيه القسم الثاني ونتكلموا على المباريات المؤجله التي أندية القسم الوطني الأول. بكل صراحة مجموعة من عشاق الكرة الوطنية ما عرفوش الريتم ديال الفرق في البريمير سيري، خاصة المباريات اللي كانت بدون مستوى ما نكذبوش، خاصة مباراة الرجاء، مباراة الوداد، الفهد فرق مقبلين على دوري أبطال إفريقيا، مي ما دار يبانو في المباريات خاصة المباريات الأخيرة ما دار ما عجبش الجمهور ديالنا. وهادشي كان اللي غيعرف الكره واللي الناس اللي متبعين هذا الشان الكروي غيعرفوا هذه المقابلات الاولى غتكون ما غاديش تكون في المستوى عادي، الناس المريحه 4 شهور ما يكونش الوريت، ما يكونش بزاف د الحوايج. ونتمنى انا حاجه وحده بالنسبه للوداد البيضاوي والرجاء والحسنيه والبركان، ان شاء الله هادشي ما يكونش لا بليسو اللاعبين. الحمد لله حنا محتاجين لاعبين اللي يسمى انهم غيدخلوا في الوداد والرجاء يلعبوا في الشامبيونز ليغ، والحسنيه وبركان غيلعبوا في الاتحاد الافريقي. نتمنى من الله اللاعبين انهم ما يتقاسوش لاننا محتاجينهم، ونتمنوا ان هاد المقابلات ندخلوهم في الخانه ديال الاستعدادات لهاد المنافسات، ونرجعوا للبطوله الوطنيه للرجاء ولا الوداد، مقابله الرجاء ولا المقابله ديال الوداد ضد المولوديه الوجديه،
هادشي غيكون عادي. احنا تفرجنا حتى في الدوريات الاوروبيه لا الالمان لا لا الاسبانيا لا ما كانش في ذاك المستوى اللي كنا كنتسنى. وهادشي راجع لاربعة الاشهر اللي كنا مريحين نتسنى واحد جوج دورات ولا ثلاثه دورات ساعه نحكموا على الفريق ديالنا. نتكلموا على المباراه اللي دارت الترشيحه قبل ما تلعبي مباراه تحسين جديد والرجاء الرياضي، كيفاش ديك المباراه تبقى الخيالات واش تعادل كالمصيف الفريقين بحكم داك الضجه اللي وقعات وداك الشيء كنا كنتسناو ان المقابله غتكون مقابله فنيه لا سيما بصراحه بجانب الدفاع الحسن الجديدي اللي الناس كيقولوا انه تظلموا انهم نورمالمون المقابله اللي قبل ما تحبس كانوا الناس مشاو وداروا البروتوكول ديالهم ديال لي زاربات ديال داك الشيء وكون الفرق راجل بيضاء وما جاش. وبحكم انهم لعبوا لما كان الناس كانوا كيتسناو سيما جمهور فريق الجديد انهم قالوا ما يتلعبوش داكشي وكاين فريق ديال الجديده اصر انه يلعب وكنا كنتسناو ديك النديه بحكم انهم كيحسوا براسهم انهم تحقروا داكشي ولكن ما كانش المقابله اللي كنا كنتسناو كان كيتسناو الجميع. ما كانوا كيف نقولوا ديزيليمون كانوا لاعبين شباب في الدفاع الحسن الجديدي اللي داروه على مستوى جيد اللي ابانوا على مستوى جيد مثل اخ حدراف اخ ديال حدراف وكريم فشون. واخويا كما شاف الجميع انا فريق نزلوا الفرق دابا اللي بدلوا من الجيل ديالهم ولا كيلعبوا لاعبين في ديال المدرسه. كنشوفوا حتى فريق الرجاء البيضاوي راه تقريبا راه زريده راه بزاف ديال اللاعبين زعما كاين فرق بداو كيتيقوا في المدرسه ديالهم وفي الشباب. وهذا الشيء في الصالح ديالنا البطوله المغربيه كدير واحد شويه الميرونج ما بين الناس ديال الخبره والناس والدراري صغار. وهذا الشيء غيعطيك واحد الكره جميله وغتعطيك حتى في المستقبل ان الدراري الصغير غيعطيك منه واحد 4 سنين واحد 3 سنين جايه. وهذا الشيء في صالح الفرق المغربيه. الحديث على الرجاء البيضاوي المكان ديال القومة او غياب القومة و مالونغو اثر في جول اللي جيتي تدوي مع جول اي جمهور من جمهور فريق الرجاء البيضاوي غتقول كون كان مالونغو ونغوما في هاد المقابله الجديده غادي يجيبوا فريق الرجاء البيضاوي 3 نقاط بحكم ان تحوا فرص الفريق الرجاء البيضاوي كون كان مالونغو في هذيك الفرصه انهم غادي تبارك الله لاعب في المستوى لاعب محترف. هادشي كان كيعاودوا لنا الفرق لا الوداد لا الرجاء انهم كيجيبوا لعابه لي زافريكان في المستوى. وهذا بروفيل لعاب ديال فريق الرجاء البيضاوي. وكنتمنى من الله ان هذا المشكل ديال مالونغونغو ما يتحل لان فريق الرجاء البيضاوي محتاج لهاد اللاعبين لا سيما انه غيدخلوا في الاجواء الافريقيه هاد اللاعبين باش الله يجيو ينسجموا باش الله يعطيو داكشي اللي يكون منتظر منهم ان شاء الله. نخدم بعين الاعتبار المستوى البدني خاصه اللياقه البدنيه لاعبين فريق الرجاء البيضاوي واش التشكيل ديال فريق الرجاء البيضاوي الحالي قادر انه يلعب حد خميس حد 20 الى 4 حد امين غنقدر نرجع معاك لاخويا ايوب من بدايه البرنامج انا قلت لك ما نقدرش نحكموا على الفريق الرجاء دابا وهذا الشيء في الصالح الى ماتش بار ماتش الرجاء غادي يترجع القوه لا هي لا الوداد غيرجع القوه ديالهم. هذا الشيء في البدايه ديال الماتشات حنا هذا الشيء قلت لك نتمنى من الله هذا الشيء يكونوا هاد الماتشات يكونوا بحال بروفا للمباراه ديال الشامبيونز ليغ. حنا محتاجين للفريق الرجاء البيضاوي للوداد للحسنيه لا بركان للمنافسات الافريقيه لان بطوله تقدر تخسر ماتش وتريكيبيري في ماتشات وثلاثه. كنا منافسه افريقيه عندك الي روتور ما عندكش الوقت بزاف ما انت في الجروب ماشي في الجروب ديال المنافسه الافريقيه. انت دابا عندك الي روتور خاصك دابا تستافد من هذه المقابلات باش ان شاء الله نهار توصل المقابله ديال الافريقيه تكون في المستوى ان شاء الله. ممثل الكره المغربيه في المسابقات الافريقيه لحد موفق. تكلموا على مباراه اخرى قدر نقولها قمه اسفل الترتيب بين حسنيه اكادير ورجاء نيملان. ماذا يقع في حسنيه اكادير خاصه بعد التالق الافريقي والتواضع في البطوله الوطنيه؟ وحسنيه بكثره المدربين وحتى الفرق دابا الفرق ملي كتكون عندك الفيكتيف على قد الحال وكتكون بروغرامي على بزاف الواجهات وما غادي تبارك الله مزيان دابا في الافريك ما يمكنش لك الفيكتيف يجري لك الافريك البطوله كاس
فهمتيني الحمد لله راه حسن هذه الاكادير راه بالعناصر اللي عندها دابا وحتى المدرب الشاب دابا اللي كاين سي اشريف اللي تبارك الله راه جامع الجروب وغادي في الافريك مزيان نرجع البطوله ما غاديش مزيان بحكم كنقول لك ميمكنش لك انك تبقى غادي بزاف الوجهات اما دابا يا خداو واحد ثلاث نقاط واخا خلك ثلاث نقاط صعيبه مع نادي جريح اللي هو رجاء بن ملال هذه غتعطي واحد الشحنه اضافيه وغتعطي المورال للاعبين ويرجعوا الثقه ديالهم ونتمنى من الله ان الحسنيه يرجعوا للسكه الصحيحه في البطوله الوطنيه. الحديث على رجاء بن ملال نقدر نقول رجاء بن ملال هو تاع قسم الصفر. هو صعيب 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 عند رجاء بن ملال احنا عارفين المسؤولين دابا تقريبا كيوجدوا العام الجاي ما بقاش صعيب ولا سيمان دابا باقي عندها مقابلات لي صعيبه مع الوداد مع بزاف ما يمكنش ليها انك نورمالمون الا بقاو بغا يبقاو في البريمير ديفيزيون خصو يربحوا هاد العشرات الماتشات كلها وصعيب غيلعبوا مع فراقي غيطلعوا باغي يديو البطوله مع فراقي غادي يطيحوا صعيب. تكلموا على مباراة أخيرة اللي جرات من أجل دور 19 بين الوداد الرياضي نقدر نقول قمة هي الوداد الرياضي والمدير الوجدي. المدير الوجدي فريق كيجي للدار البيضاء كيقدم كل ما عنده وديما كيحرج لا الوداد لا الرجاء. فريق الوجدي بقيادة ديال السي بن شيخة كنشوفوا فريق مغاير على السنوات الماضية. كنشوفوا فريق كبير فريق معاند. كون ربح البارح يكون هو الاول ولكن فريق الوداد واخا ما كانش في المستوى ديالو وعرف انه كيفاش يجيب نقطه من ولودي ضد مولودي الوجديه. مولودي خلق مصاعب لفريق الوداد البيضاوي كيفاش الهدف الاول والهدف الثاني اللي تحيد لهم والكره راهي هذه ونتمنى فريق الوداد البيضاوي تو على كي تكلمنا عليه على فرق الرجاء البيضاوي تكلموا على فرق الوداد البيضاوي ان شاء الله احنا محتاجينه في الافريق ان شاء الله. واحد النقطه اللي دارت الانتباه ديالي هو ان مدرب فريق الوداد البيضاوي غاريدو البارح اقدم على ثلاث تغييرات في خط الدفاع. خرج قدارين خرج نصير خرج حمزه اسريد. فغير كما كنقولوا كره القدم الخطا اكل في الدفاع ولا عندهم شباك في الدفاع الوداد البيضاوي. خيرو داري الهدف اللي سجل نحس عداو. احنا نرجعوا حتى واحد النقطه سي ايوا انا فريق الوداد البيضاوي ما جرى حتى شي مقابله حبيه في الاستعدادات وهادشي كتبقى الخطه ديال المدرب حنا ما نقدرش ندخلوا فيها ولكن نرجعوا للمقابله كما قلتي ان الوداد داروا واحد التغيير انا المدرب دار تغيير في لا ديفونس هو كان خاسر وبحكم انه بغى يدير واحد البلوس في لاطاك دار لي شونجمون في لا ديفونس بحكم ان يحيى عبد الله وعملود تكون عندهم واحد لافليش زعما كاين الضراوه البدنيه باش انهم يعاونوا لي زاريير ولكن الضغط ديال المولوديه الوجديه والناس كانوا واقفين عرفوا كيفاش يجيروا المقابله واخا كانوا يسالوا تربوا البارح المولوديه الوجديه. المولوديه الوجديه ظهروا كما تقولوا بلغه كره القدم على ديسيبلين تاكتيك عاليه. خاصة البارح كانوا واقفين طاكتيك مو مزيان. هذا راجع للمدرب خاصة ما كتكون الفرقة واقفة وكتكون كدير كدير الوقفة وداك الشيء كتكون داك الشيء راجع للمدرب، المدرب هو اللي كيعرف كيفاش يوقف وقف الفرقة ديالو بحكم أنه لاعب مع فرقة غير عادية، فريق لاعب على الشامبيونة، فريق هو الأول، خاصة ما يمكنش غادي تغامر تلعب مع الكرة اللي بغيتي نتايا في الميدان ديالو. هو جا دابا دار واحد البلوك أنه كونكوا أنه غيلعب على المرتدات. ويلعب انه غيلعب باش يجيب اموه النقيطه ديالو ولا جاب لا 3 بوان راه من الخير وهذا الشيء اللي طرا المولود الوجدي البارح. قبل ما نديرو الحلقه ديالنا شكون كتشوف خاصه غنتكلموا على البطوله الوطنيه القسم الاول على الزوق الثاني شكون كتشوف اقرب فوز بطوله هذا الموسم؟ هذا الشيء هذا العام صعيب بحكم تقارب النقاط وبحكم تقارب حتى المستويات كما الشيء المقابلات اللي دازو دابا ما تلقاش تقلع حيتي توني ديال كل فريق ما تعرفش زعما كاين مستوى متقارب. هذا العام غتكون صعيب اللي غيكون مركز ويكون كيدير بار ماتش هو اللي يقدر يفوز بالبطوله وتقدر تحدد ما بين فريق الوداد البيضاوي والرجاء وبركان ونزيد عليهم حتى المولوديه الوجديه والفتح الرباطي. نتمنى ان حنايا المستوى يتحسن ويعطيونا الطبق الكروي
جيد كما كنقولوا، نتمنوا التوفيق لجميع الفرق الوطنيه، ولا تحدثنا على القسم الوطني الثاني واش راسيك بدوري غينافس حتى الدقائق الاخيره باش يحقق على بطاقه الصحه. الى جيت تسول جميع مكونات فريق راسين البيضاوي، الهدف ديالنا الوحيد هذه السنه هو ان شاء الله الصعود. حنايا ما كندوي على الدراري ليكسبيريونس، الحمد لله كنجلبوا داك الامتصاص ديال الضغط على اللاعبين الصغار، الضغط علينا حنايا، ولكن الحمد لله حنا الحمد لله الدراري لاعبين الكرات شي ما غيأثرش علينا، الحمد لله كنلعبوا ماتش بار ماتش، وكل ماتش كونسونتراسيون ديالو، ما كنفكروش في المدى البعيد، ان شاء الله يكون ملي تكون نهايه الموسم ان شاء الله نكونوا حنا ان شاء الله اللي طالعين ان شاء الله. كنتمنى لكم حظ موفق اخي عماد، وشكرا على قبول الدعوه. شكرا لك وشكرا جميع المتتبعين لو سات تي في. مشاهدينا الكرام، الى هنا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا، نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنضربوا لكم موعد في حلقه قادمه ان شاء الله.